أعلن بنك بركان عن موافقة البنك المركزي العراقي على بيع حصة ملكيته في مصرف بغداد البالغة 51.8% إلى البنك الأردني الكويتي. وقال بنك بركان في بيان له على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إن إتمام هذه العملية يخضع لاستيفاء الوثائق القانونية ومتطلبات سوق العراق للأوراق المالية. كما أوضح أن عملية البيع ستؤدي إلى تجنب الزيادة في نسبة الديون المتعثرة بمقدار 60 نقطة أساس.